ريسينج أيها السيدات والسادة، انطلق الديربي التجريبي هنا في الأراضي العشبية في مضمار الريان، إبهار الصافي أصيل إي جي إس، قاهر النخش حشيم، جاك العلم، مجد الجزيرة، مجد الأريك، سيف بروق والرمثة. انطلاقة للخيل العربية الأصيلة، نشاهد الصافي على المركز الأول، داحس بتيت كلاس على صدارة هذا الشوط، بينما جاك العلم يأتينا لخطف الصدارة. سلالة الجواد، مجد العرب وكحيلة في المركز الثاني بقيادة الهولندي أدري دافريس، بينما ثالثا حسن المطوي مع انطلاقة مجد العريق على المركز الثالث، اي جي اس قاهر رابعا، بينما المركز الخامس يتواجد ابهار، مجد العرب، اكيكانوا. اذا الصدارة لا تزال تنطلق مع الجواد، جاك العلم على المركز الاول بقيادة أدري، بينما ثاني المراكز خليفة شحيل الكواري مع الصافي داعس وبتيت كلاس، ستيفان لجاج على المركز الاول. اذا هذه الصدارة، الرمثة متأخرة شيئا ما ظهرت ما عندها الصافي على المركز الاول وصدارة هذا الشوط لشعيل الكواري، بينما جاك العلم بدأ بتراجع والانطلاق الان مع ابهار اكيكانوا والجواد مجد العرب. لا تزال المطوي مع انطلاقة الجواد النخش على المركز الاول في صدارة الديربي التجريبي، النخش لحسن بن علي.